بالنسبه للاثمنه على ما بان لي انايا داخل السوق كاين موجات، كاين بلايص اللي تلقاها فيهم الرخاء خصوصا الى شريت على الكسابه، وكاين بلايص فيهم الغلاء. سوق هاود، سوق هاود هذا النهار، سوق هاود 280 سوق هاود جهنمه، واش جهنمه ماشي كامله ديال سوق الحد باش نتفاهموا. 280 اللي عطاو له هنايا، واش بالك في الاثمنه؟ يبان لي الدعوة مرخوفة واش تحكي؟ يبان لي الدعوة مهما هذا ولا سوق ولا سوق ولا حتى 70 60 70 ألف 60 ألف ديال الفرق ياك اللي هو فيها خير يعني كان الانخفاض كان رخاء كان رخاء السوق الاخرين ياك كان رخاء كان رخاء السلام عليكم الاخوان الاخوات، تبارك الله عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. الان راح نتواجدوا داخل السوق الاسبوعي الاثنين اقليم بركان. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله كما العاده غادي نتعرفوا على الاثمنه ديال الخرفان داخل الرحبه ديال الحواله سوق اقليم بركان. قبل ما نبداو هذا الفيديو هذا ونتعرفوا على الاثمنه، ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم، ما تنساوش تصليوا على النبي على بركه الله. تشوفوا الاثمنه كي دايره، هذه الاجواء في الرحبه ديال الحواله بسوق اقليم بركان، تاريخ 10/6/2024. بالنسبة للأثمنة غادي ندخلو دركا نشوفو كي دايره الأثمنة ديال الخرفان. السوق راه عامر، اللهم بارك، الناس راهم جابوا السلعة ديالهم ديال الأكليم، وكاين اللي جاب السلعة من برا. نشوفو كي دايره الأثمنة. شحال باش تبيع؟ 335 335 اللهم بارك بصحتك. يعطيك الصحة. هذا سوا 335 هذه بزوج تبيع 335. الخير هذا شحال تقول الثمن ديالو؟ هذا الخير هذا انا على حساب داكشي اللي كنت نشوف في الاسواق عطيت له 7500 درهم، داكشي اللي كنت نشوف في الاسواق. شحال شريتها العزيز؟ 465 465 باش شريها 4650 درهم، اللهم بارك. سوق سوق اكليم سنين، شوفوا سنين سنين لحمي عاد مهرستني، يلاه هرستني عاد خرف، الله يبارك. عطين 2800 درهم اللي عطاو 280. واش راك تقول فيها العزيز؟ نقول 320 الا جاب الله 320. واش بالك في السوق هذا النهار في الاثمنه ديال الاثمنه شويه؟ واش انخفضت ولا نطلع؟ انخفضت سوق هاود، سوق هاود هذا النهار، سوق هاود 280 سوق هاود جهنمه، واش جهنمه اه تراك تقول لك شفت سوق لحد البارح 500 تاع انا راه 650. لا اسمح لي عاود على القضيه، تبان بعدا ولا ما تبانش؟ تبان في الفيديو ولا ما تبانش؟ البارح انا كنت سوق الحد، السوق كان غالي البارح، سوق الحد كان طال، لا كان غالي سوق الحد. اش من ساعه؟ اش من ساعه كنت تما؟ تبع الصبح، من الصبح حتى الصبح. ايوا انا كنت تما في الصبح ما كان طال الثمن صراحه نقولوها. وبان لي هنايا انا في اكلين، بان لي الرخاء على سوق الحد. حولي راه الحد ديال سوق الحد الشاري ما كاينش، سوق الحد راه حولي ديال نص ساعه سي محمد، راه كاين تما سوق الحد، كاين ديال سوق الحد وكاين اللي كيجيبهم تما بتاوريت بالعيون بركان انقاد، كاين السلعه مخلطه. ماشي كامله ديال سوق الحد باش نتفاهموا. 280 اللي عطاو له هنايا 2800 درهم. هذا واش ديال 280 بالنسبه لهذا؟ عاطينها له، عاطينها له. فين وصل هذا عمو؟ 380 درهم. الله يبارك. 380 شحال راك تقول فيه؟ شحال راك تقول فيه؟ 450 سيدات 450. هذا وصل 420، عطيني 420 4200 درهم. شحال راك تقول فيه هذا عمو؟ شحال راك تقول فيه؟ 420. انت شحال راك تطلب؟ انت شحال راك تطلب فيه؟ فيها خير. هادو خروفات السيد راه طالب فيهم 200 2000 درهم اللي راه طالب فيهم جمله، جوج اربعه سته اللي كاين سبعه طالب فيهم 2000 درهم. هذا عطاو للسيد 4500 ياك 450 4500 درهم.
واش جايب لك في السوق هذا النهار ديال العيد؟ شويه السوق مازال ما باينش. ياه تخرج كاين شويه تخرج ولا مازال؟ شويه حاجه قليله. لقطات وصافي. لقطات فيها خير. والثمن؟ الثمن هو ولا كاين شي تغيير؟ شويه الثمن هو باقي طالع. هذا 290 2900 درهم بداه السيد. بصحتك. هذا اعطيه 270 2700 درهم. وهذه خروفه هذه اعطاه فيها 230 2300 درهم اعطاه فيها. شحال تقول فيها هذه الخروفه هذه؟ 260 راه يطلب 260 عطاه له 230. وهذا عطاه 310 عطاه 310000. وانت شحال تقول؟ 350 عطاه له 310000. هذا 190000 اللي راه واصل عطيه له 190000 1900 درهم. شحال راك تقول فيها عمو؟ ما نعرف داكشي على السوق. 70 ناس 70 السوق. واش بالك في السوق هذا النهار؟ كاين شويه تغيير في الثمن ولا هو؟ راك عارف شويه منا وشويه طلع ولا هو ولا هو؟ ماشي مويه الانسان هذا المسكين يعيط. ان شاء الله داكشي اللي بغينا داكشي اللي بغينا. وتخرج في السوق الناس خرجت شويه هذا النهار؟ اللي خرج قال لي مازال عارف كيبغي. تخرج كان تخرج هذا النهار؟ الناس العياد راهم يشريو. شويه مليح. فيها خير. خير تبارك الله. فين وصل هذا العزيز؟ عطانا 400 خويا. 400؟ 4000 درهم في هذا. وهذا؟ 380. هذا عطاه فيه 380. مبروك. فين وصل هذا العزيز؟ 480. 4800 درهم. الله يبارك. هادو 1600 درهم اللي عطاو له في هذا خروف. كاع خروف ثلاثة بهم. يلا دخلهم عطاو له في هذا 1600 درهم. فين وصل هذا الخير العزيز؟ 270. 270 اللي عطاو له 2700 درهم. بجوج بهم يا. هذا 230. ايه هذا عطاك 230. وهذا اللي منا 270. 2700 درهم اللي عطاو له 2300 درهم. شحال راك تقول فيهم؟ ان شاء الله 3000 درهم في هذا. جوج بهم 3000 درهم؟ ان شاء الله. ان شاء الله. 292. 292 2920 درهم اللي عاطين له. وشحال راك تقول فيها العزيز؟ 300. يعني بقى 8000 ديال الفرق. 80 درهم. السيد عطى فيه 3000 درهم وعطاه له 292 2920 درهم. غير وصل هذا الخير هذا 250000 اللي عطيه 2050 درهم 2050 درهم اللي عطيه فيه. وشحال راك تقول فيها العزيز؟ 260 260 2600 درهم اللي راه تلفي السيد. هذا اعطيه له 2900 درهم بالتفرد. اعطينا 2900 درهم. 2900 بالتفرد. بالتفرد وجمله؟ جمله 245. 245 اللي عاطين جمله. الله يبارك. هذا في التفرد شحال يوصل الثمن ديال البيع ديالو؟ انا قاطعين له ب 300. 3000 درهم. يعني بقات 100 درهم ديال الفرق. 100 درهم. واش بالكم في السوق هذا النهار داخل؟ شويه هبط. ياك. نقولوا السوق ولا هذا النهار؟ لا. شحال قاعد تقريبا في ولا في الخروف؟ هو هذا راه تبيع درك، شحال باش تبيع هذا؟ 4000 درهم. 4000 درهم الله يبارك. 400000 فرق. شحال عنده في السن هذا؟ ثني عاد. اسيدي بالصحة والراحة المولى. بالصحة والراحة. الله يعاونك. وهذا العزيز فين راه واصل؟ 340. 340 3400 درهم. شحال راك تقول فيه؟ 370 ان شاء الله. 370 هذا عطاو له 395000 3950 درهم. بجوج بهم ياك؟ لا غير في هذا 400. اي هذا عطاه فيه 400. وهذا 400 قل 5000. شحال راك تقول فيهم؟ 450 ان شاء الله. 450 درهم عطاه فيهم السيد. هذه الاجواء السوق الاسبوعي اكليم اقليم بركان. هذا راه واصل 1900 درهم. 1900 درهم 190000 بجوج بهم ياك؟ هاك الله يبارك. 1900 درهم 190000 فرق اللي عاطينه في هاد الزوج هادو. شحال راك تقول فيهم العزيز هادو؟
الله يهديك. فيهم 400 زوج بهم يعني راه باقي لك غير 100 درهم في الواحد ديال الفلاح ماشي ديال واه ماشي ديال الشنق. هذا عطاه فيه 450 4500 درهم. سير في عمرة غالي شحال تقول فيه؟ 500 6000 فيه 5000 درهم عطاو له 450. واش بان في السوق هذا النهار ديال الاكل كي داير الاثمنة؟ ايوا كاين شهر فهم ليه ياك هودت شويه على القضيه. ايوا داكشي اللي بغينا ان شاء الله. داك السلفي كاع صيفطو واحد الخير هذا 195 عطاوك 195 195 ايوا وري له وري له الوجه. طلع راسك مالك حشمتو؟ طلع طلع الحمد لله طلع ها هو ها هكذا 195 اللي عطاو فيه شحال راك تقول فيه؟ عطاو فيه 210 وهذا الخير هذا الخير هذا؟ انا عطاو 250 2500 درهم عطاو في هذا شحال راك تقول فيه؟ الله 270 جوه 270 فيها خير مرحبا واش بان لكم في السوق هذا النهار الاثمنه هذه؟ والله؟ لا مزيان انا ما بغيتش يعني كان الخيف هذا كان الخا كان الخا السوق الاخرين ياك كان الخا كان الخا وبالنسبه للتخرج الناس راه تخرج شويه كان اللي كيشري كان يقول لك حتى السوق الجاي كان واه 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 الحمد لله حنا الخا المساكن هذاك الشيء اللي بغينا ودوك هنايا واش كيبان لك هنا كاين الكسابه بزاف ولا كاين الكسابه بزاف الشناق قليل ياك دوك هذا الخرف ديالك لا انا شريته وراني عشت على الفلاح فهمت فهمت اسيدي الله يجيبك التيسير الله يسهل لك الامور الله يحفظك العزيز واش بان لك في السوق هذا النهار اللي مزيان ياك كاين اللي كيساو ما كيخرجش ما كيخرجوش الحوت والثمن فيها خير هذه الاجواء الاخوان داخل السوق الاسبوعي اكليم اقليم بركان الخير موجود تبارك الله حتى 70 60 70000 60000 ديال الفرق ياك اللي هو فيها خير مصطفى قادر السلام عليكم محمد تبارك الله عليك لوازينا الله يحفظك راك تدور في السوق ياك واش بان لك في الاثمنة؟ بان الدعوة مرخوفة واش ياك بان الدعوة مهما حالها ولا سوق ولا ولا سوق ولا واش الشاري زعما كلي ما كانت واش المهم فيها خير هذا واش غيستنى النهار التالي شحال واصل هذا العزيز؟ 2700 درهم هذا طرفاني ولا كاملين؟ هذا هذا 2700 درهم يعطي اللف هذا يبارك 2700 درهم وهذا 2500 درهم اللي عاطين هذا فرها مالي هذا بشحال راك تقول فيه هذا بشحال راك تقول فيه هذا كفو شنو نقول 280 2800 درهم يعني كاين 30000 ديال الفرق ما بين البيع و الثمن اللي باش يبيعوا اللي عطاو له هذا الاخوان نكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو نتمنى تكونوا استمتعتوا بالمشاهده لهذا الفيديو كذلك تكونوا تعرفتوا على الاثمنه ديال الخرفان داخل السوق سوق اكليم سوق الاثنين تاريخ 10/6/2024 بالنسبه للاثمنه على ما بان لي بالنسبه للاثمنه على ما بان لي انا داخل السوق كاين موجات كاين بلايص اللي تلقى فيهم الرخاء خصوصا الى شريت على الكسابه وكاين بلايص فيهم الغلاء قبل ما تخرجوا خوتي ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم مع الاحباب ديالكم ما تنساوش تسلموا على النبي السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله